احنا اليوم كنا متواجدين في الانوفيشن سمت, ولنا الشرف ان نحن نكون جزء من مؤتمر بهذا الحجم بعد انقطاع فتره طويله جدا بسبب الكوفيد 19. نحن سعيدين جدا اليوم ان نحن نكون متواجدين في مكان مليء بالعقول الثقيلة, العقول اللي مليانة علم وخبرة, مليانة أفكار وأمور كثيرة إحنا ممكن نستفيد منها. واليوم كان هدفي الرئيسي إن أنا أستفيد وأقدر أفيد اللي حولي, وفعلا استفدت كثير. استفدت إن إحنا ممكن كلنا ناخذ جزء من الطرف الآخر عشان نقدر في النهاية نوصل إلى مكان نركب فيه الأجزاء كلها ونطلع بشيء فعلي وحقيقي. اليوم أنا شابة أؤمن بأن المستقبل للشباب, وأن مع العلم والثقافة والابتكار نقدر إحنا نكون المقبلين على تغيير العالم في السنوات القادمة. إحنا اليوم في مكان أو في دولة متقدمة جداً, وهي من السباقين في العالم رغم صغرها ورغم صغر أيضا سنها, هي سباقة ومنافسة وتنافس دول العالم كثيرة في الابتكار وفي التميز. إحنا دائما نسعى كأشخاص وكأفراد إن نكون نمشي وراء خطى حكامنا, وهذا اللي هم يسعون له وإحنا نتبعهم بإذن الله. الله يقدرنا إن إحنا نكون نسوي جزء بسيط من اللي هم يسوونه.